عمر نمساوي هو اللي غادي ينفذ خطا كتلعب الكره دائريه داخل موقع شارك والكورتا محمد عزيز نهايه المباراه تابعوا عمر نمساوي لعب الكره محمد عزيز واش لمس الكره واش ما لمسهاش المهم تبع الكره بالراس ديالو غادي تابعوا من جديد محمد عزيز اعتقد لم يلمس الكره وبالتالي الكره تعانق الشباك لاحظوا التمريره الجميله والمثاليه والكره اكيد في شباك الحارس بدر الدين بن عاشور الهدف الثاني